لا يستهان بها في مجتمعنا، فهم يمثلون 10% من تعداد السكان في مصر، ومع ذلك هم الفئة الأكثر تهميشا في المجتمع. إنهم ذو الإعاقة الذين ظلوا يعانون الإهمال والآلام ولا مجيب لهم. سنوات طوال تجرعوا فيها مرارة الحرمان من الخدمات والرعاية بكافة أنواعها، سواء اجتماعيا أو صحيا واقتصاديا ونفسيا. ورغم وجود العديد من التشريعات والقوانين التي تنص على رعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ولكنها قوانين وقرارات لا تعدو حبرا على ورق. فلم تمنح الدساتير المصرية السابقة هذه الفئة أي اهتمام سوى مادة تلزم الدولة بتعيين نسبة 5% من المعاقين في وظائف الجهاز الإداري للدولة، وهي أيضا غير مفعلة في الواقع، فقد وضع المشرعون القوانين وتناسوا وضع آليات لتنفيذها. كما تعددت الجهات والوزارات المعنية والمفترض مشاركتها في رعاية المعاقين مثل وزارة الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة وأيضا الدفاع بعد إضافة مصابي الحروب إلى هذه الفئة، إلا أن الحقيقة هي عدم وصول أي من خدمات هذه الجهات للمعاقين لا كما ولا كيفا. ولهذا كانوا في مقدمة الفئات التي صرخت من الظلم والتهميش في تظاهراتهم واعتصامهم الشهير أمام مجلس الشعب عام 2010 لأكثر من 3 شهور، مطالبين بقانون يضمن حقوقهم في السكن والوظائف العامة والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين منهم. وكانوا من أوائل الفئات التي خرجت في ثورة يناير لتطالب بالحق في الحياة الكريمة، وكان أول مطالبهم بعد الثورة إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يدافع عن حقوقهم ويكون الجهة المنوط بها التعامل معهم. فجاء قرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بإنشاء مجلس قومي للمعاقين، وهو ما اعتبره البعض بداية لخطوة جيدة، بينما تحفظ عليها البعض واعتبروها لم تحقق مطالبهم. وبعد ثورة 30 يونيو تأتي محطة أخرى من محطات كفاح المعاقين، وهي اشتراكهم في لجنة 50 لوضع الدستور بممثلهم الدكتور حسام المساح. وبالفعل تم إقرار المادة الخاصة لهم والتي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا، ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون. ورغم أن ممثل المعاقين في لجنة 50 اعتبر هذه المادة إنجازا كبيرا لهم وسط ترحيب فئة الأقزام بإضافتهم إلى فئة المعاقين في نص دستوري، حيث يبلغ عددهم في مصر 75,000 قزم يمثلون ثلث أقزام العالم، إلا أن مجتمع ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية والنشطاء والحركات المجتمعية كان لهم رأيا آخر، هو رفض هذه المادة، مطالبين بتفعيل الاتفاقية الدولية للمعاقين التي وقعت عليها مصر عام 2008 كضمان لحمايتهم. وهو الجدال الدائر الآن بين من يعتبرون هذا النص الدستوري خطوة على الطريق، وبين من يعتبرونه مجرد استمرار لسيناريو التهميش والتمييز السلبي. والسؤال الآن، هل سيتم تعديل هذه المادة أم ستنضم فئة المعاقين بكتلتها التصويتية الكبيرة في الاستفتاء القادم إلى باقي الفئات المهددة للدستور الجديد؟ وعلى الرغم من الصعوبات الكتير والعقبات الكتير اللي بتواجه ذوي الإعاقة في مصر، إلا أنهم حالهم زي كتير من المصريين، مصممين على التغيير، مصممين على نيل الحقوق، استعادة الحقوق وتأكدها، خصوصا في الدستور الجديد أو دستور 2012 المعدل. وبالفعل أصبح هناك مادة خاصة بذوي الإعاقة في مصر تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا، ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم الدولة ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون. هذه هي المادة التي تتيح وتكفل الحقوق لذوي
الإعاقة اللي في مصر بيقدروا وحسب منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما بين 10 مليون ل 12 مليون. هل هم راضين في النهاية على هذه المادة؟ هل هناك المزيد من المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور بحيث تكفل لهم حقوقهم التي صلبت على مدار أعوام طويلة؟ هنتناقش في هذا الموضوع النهاردة مع واحد من الشباب المصريين الرائعين متحدين أو من متحدي الإعاقة اللي ما وقفتهمش الإعاقة أبدا عن مواصلة نجاحهم وتفوقهم ونبوغهم سواء الدراسي أو الإداري أو حتى الفني. الصديق العزيز مصطفى كمال، مساء الخير مصطفى. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير عليك يا دينا. يعني هل راضين انتم في النهايه كمجموعه من المتصدرين للدفاع عن حقوق ذوي الاعاقه في مصر على الماده الخاصه بكم؟ يعني طبعا في البدايه خلينا نقول ان هي سابقه من نوعها ان احنا يكون عندنا ماده في الدستور خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه، ودي ما كانتش موجوده. وخلينا نقول ان نمره 2 ان مش دي بس الماده اللي موجوده في الدستور اللي بتتكلم عن الاعاقه، هو كان في محاولات الحقيقه، وده طبعا هنا يعني قبل ما نقول يعني اي تعليقات، احنا طبعا بنشكر زميلنا جدا دكتور حسام المساح. هو شخص يعني عنده يعني هو دكتور وهو شخص ذو اعاقه وبيمثلنا في لجنه الخمسين، والحقيقه انه عمل مجهود كبير ما نقدرش ان احنا ننكر. واذا كنا عندنا تعليقات او يعني انتقادات تبناها بهدف ان احنا فعلا طالما عندنا ماده في بشكل يعني موجوده، فاحنا عايزينها الحقيقه تخرج بالشكل الجيد وبالشكل اللي احنا يعني بنحلم بيه، لانه التقرير اللي حضرتك قدمتيه وفر كتير من الكلام اللي انا عايز اقوله. احنا دلوقتي في عهد يختلف عن العهد السابق، لان مصر صدقت على اتفاقيه دوليه لحقوق الاشخاص ذو الاعاقه، والاتفاقيه كلها مبادئ وهي دستور المعاقين. يعني اذا كنا بنتكلم على مين ايه الدستور الرئيسي اللي بيعتمد عليه البايبل بتاع الاشخاص ذو الاعاقه، هنقول انه الاتفاقيه الدوليه اللي مصر مصدقه عليها. فاحنا يعني راضين عن المادة، بس طبعا عندنا الكثير من التعليقات المهمة جدا اللي احنا نحب ان احنا يعني. طيب ابرز هذه التعليقات. واحد، الاتفاقية الدولية اتكلمت عن تكافؤ الفرص. وتكافؤ الفرص معناه العدالة وليست المساواة. وده معناه انه لما حضرتك تديني كشخص ذو اعاقه خدمه زياده عشان انا وانت نحصل على نفس الخدمه العامه، ده ما اسموش تمييز ضد الاشخاص اللي ما عندهمش اعاقه. احنا عايزين عداله في الخدمات وليس مساواه، لان الشخص ذو الاعاقه بيحتاج انه ياخد خدمه قد تقدم ليه بشكل يختلف عن الشخص غير ذو الاعاقه، وقد تكون خدمه زايده شويه. فاحنا بنحتاج عداله عشان يحصل تكافؤ فرص حقيقي. تاني نقطه الدمج. احنا المادة بتتكلم عن دمجهم تعليميا فقط. احنا عشنا عصور كبيرة في مصر. هنا عندنا بنتكلم عن مدارس تربية خاصة بتحط المعاقين سمعيا، وبنحط المعاقين بصريا، وبنحط المعاقين ذهنيا في مدارس تربية خاصة، وفي جهود في ذلك مبذولة من وزارة التربية والتعليم طبعا، يعني وفي قرار صادر للدمج، وفي جمعيات أهلية بتشتغل في هذا المجال، وفي مجلس قومي لشؤون الإعاقة بيقوم بجهد. لكن احنا عايزين كلمة الدمج تعم على كل الحاجات اللي حضرتك قريتيها، الاقتصادية والصحية والاجتماعية. ازاي يتم الدمج في كل المجالات؟ الطبيعي انه يتم الدمج. احب اقول لك انه التاهيل مرتكز على المجتمع، وده مفهوم عالمي موجود، وده حتى الصحه العالميه والمصفوفه بتقول ان ينفع ان الشخص ذو الاعاقه بيحصل على 80% من الخدمات بتاعته من المجتمعات دون اي تعديل. يعني لو واحد عايش في قريه او في مركز يقدر ياخد 80% من الخدمات اللي بيقدمها المجتمع لغير ذو الاعاقه من غير ما نعمل عدد كبير من التعديلات. وده مفهوم التاهيل المرتكز على المجتمع. ده اوفر للحكومات، بيقلل ميزانيات، بيحقق تكافؤ فرص حقيقي، بيخلي الشخص ذو الإعاقة فعلا ياخد حقه زي غيره. لو عملنا جنة بس عملناها معزولة ده ما ينفعش، وده مش كلامي خلاص. يعني ده انتهى فيه حضرتك المناقشة، انه يطلع حد في التلفزيون يقول والله احنا عايزين المعاقين يقعدوا خلاص، ده انتهى. لان الاتفاقية اللي حضرتك اتكلمتي عنها في الاول التقرير قالها واضحة، اشخاص اصحاب شأن، أشخاص عندهم إعاقة. صحاب الموضوع بيقولوا إنه nothing about us without us، لا شيء يخصنا بدوننا، وإحنا عايزين نكون في مجتمع دامج. فأولا الدستور لما يتكلم عن الدمج يطبقه على
الحاجات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مش بس على طيب التعليم. أنا سؤالي مش إزاي، مش بستنكر أو بستغرب، أنا بقول إزاي الآليات الدمج، يعني الدمج تعليميا فهمنا من خلال اللي قلته أنه مش هيكون في مدارس خاصة مثلا بالمكفوفين بضعاف السمع أو البصر، بالضبط أن هم يكونوا في نفس الفصل في نفس المدارس، ولكن ماذا عن بقية المجالات، إزاي يتم الدمج؟ يعني لو هنتكلم عن الدمج في الثقافة، فاحنا بنحتاج انه مثلا إتاحة الوسائل المختلفة بطريقة برايل، محتاجين لغة الإشارة تكون موجودة، محتاجين المرافق العامة تكون مهيئة، نقدر نتحرك بالكرسي المتحرك، ويقدر الشخص الكفيف يبقى بيمسك الريل او السور اللي موجود، ويقدر كل الناس. وعارف واحب اقول لحضرتك ان الإتاحة دي مش بتفيد بس الشخص ذو الإعاقة، الإتاحة بتفيد الراجل الكبير في السن، الإتاحة بتفيد السيدة الحامل، الإتاحة بتفيد كل المجتمع. والإحصائية بتقول مثلا ان احنا لو استعملنا الموقع على الانترنت متاح، ده بيسر لحضرتك وانت ما عندكيش اعاقه تلت الوقت، احسن ما يكون في جرافيكس كتير وغيره وغيره. صحيح. فهي دي فكره التهيئه. طيب احنا عندنا اكتر من ماده بتتناول ذوي الاعاقه في الدستور، فمثلا الماده 60 بتنص على التزام الدوله برعايه الاطفال ذوي الاعاقه، الماده 39 بتتكلم على انه في حاله القبض على الاشخاص ذوي الاعاقه تم النص على ضروره التحقيق معهم في وجود محام وانتداب خبير اصوات او مساعد حسب نوع الإعاقة. أما المادة 37 الخاصة بالتمييز نصت على عدم التفريق بين المواطنين على أساس أي الإعاقة من الأمور، منها الإعاقة. صحيح. وتم التوافق عليها بالإجماع. صحيح. هذه المواد مجتمعة بالإضافة إلى المادة المخصصة لذوي الإعاقة، ألم تكن كافية لمن حكم الحقوق؟ أنا أكدت في الأول أن دي سابقة وأن هي بتدينا العديد من الحقوق، ولكن إحنا بنخشى أن يكون عندنا دستور هيقعد عندنا عدد كبير من السنين مش قادرين فيه ان احنا يعني نؤكد على عدد من المفاهيم اللي احنا بنحاول نغيرها. وحضرتك عارفه ان الاعاقه فيها كتير جزء من الثقافه المجتمعيه اللي احنا محتاجين الناس تدركه قبل ما نتكلم على ميزانيات، وقبل ما نتكلم على الدوله المفروض تدينا ايه. فاحنا عشان كده بنتكلم على فكره تكافؤ الفرص، عشان ما اروحش اقدم في وظيفه فالشخص يقول لي مثلا والله الدستور والقانون وكذا بيكلمك عن المساواه، وانا اقول له لا انا عايز عداله، فانت محتاج تحطيني في الدور الارضي او تجيب لي كمبيوتر بيتكلم، والا ما تحكمش عليا ان انا شخص غير ناجح في وظيفتي طالما انت ما يسرتليش الامكانيات والادوات. الدستور احنا فاهمين انه بيفسره تحتيه القانون وتحتيه لوائح تنفيذيه وتحتيه قرارات وزاريه وغيره، ده مفهوم كويس. لكن الغطاء العام نحب ان هو قدر الاستطاعه يعني كناس نشطاء في المجال، وده ويعني التعليقات دي لاكثر من 80 90 كيان يكونوا فعلا يعني عايزين حاجه تكون موجوده بالشكل الجيد. واحنا الحقيقه مش عايزين الصوره تبقى واضحه للناس اللي بتسمعنا، احنا النهارده مش فريقين، لا فريق موافق وفريق معارض، ولا احنا نحب ابدا المجتمع يشوف الاشخاص ذو الاعاقه مختلفين. احنا كلنا بنحاول ان احنا نخرج بماده تفيد اكبر عدد من الاشخاص ذو الاعاقه، تفيد 10 12 مليون، زي ما بنتكلم عن حق الاشخاص الاقباط وبنتكلم عن السيدات وعن احنا بنتكلم على حقوق الاشخاص ذو الاعاقه. طب هل بتطلبوا بكوتا مثلا بتمييز ايجابي، يعني السيدات يطالبون اهالينا في النوبة يطالبون، هل تطالبون ايضا بكوتا؟ ايوه طبعا، احنا محتاجين انه الحقيقه والدستور كمان بمجهود من زمايلنا وفي لجنه الخمسين ومجهود من العديد من يعني الكيانات، فعلا في دلوقتي الماده بتتكلم على احقيتنا في التمثيل في المجالس المحليه، بس الحقيقه هي مش موجوده في مجلس الشعب، بما ان ورغم ان مجلس الشعب مدي الدستور مدي له الحق في ان يكون في مراه ممثله، يكون في اقباط ممثلين، يكون في كذا، وما يكونش في اشخاص ذوي اعاقه. يعني اذا كنا بنتكلم عن تكافؤ فرص حقيقي، فالحقيقه احنا لو كنا بنحلم ان يوم من الايام زي امريكا وزي دول كتيره جدا يكون عندنا محافظ عنده اعاقه ولا يكون مرشح عضو برلمان عنده اعاقه، فالاولى ان هو يتاح له هذه الفرصه. والاولى ان القانون زي مباشره الحقوق السياسيه اللي صدر، وان احنا طالبنا فيه ونتمنى ان ده يحصل في الفتره القادمه، ان اللجان الانتخابيه تكون ميسره للاشخاص ذوي الاعاقه عشان نقدر ان احنا فعلا نضلي باصواتنا. صحيح. ما ينفعش اللجنه تكون في الدور الخامس والشخص اللي عنده اعاقه حركيه قاعد تحت مش عارف يطلع. جميل ان القاضي بينزل وده شكر كبير لرجال القضاء، بس الاولى ان هي تحول من مبادره
إلى نظام. يعني مش في إطار الإحسان أو في إطار خالص. التكرم أو التفضل على الشخص. لأنه كم من الناس اللي واجهت المشكلات اللي الناس واجهتها عشان تقدر تدلي بأصواتها في اللجان الانتخابية، بالذات اللي عندهم بعض الإعاقات الخفية، أو بالذات اللي عندهم بعض الإعاقات الذهنية الخفيفة. الإعاقات الذهنية عددها ضخم جدا ومش كل الناس فيها ما ينفعش تدلي بأصواتها، في ناس كتيرة ينفع تدلي بأصواتها. الحقيقة إنه ده مهم جدا إنه يترجم في قوانين، وزي ما حضرتك اشرتي في الاول انه كلنا ما عندناش اتاحه، مش بس الاشخاص اللي عندهم اعاقه ما عندهمش اتاحه يعني كلنا سلبت منا حقوقنا على مدار سنوات طويله، وكلنا بنستعدها لبناء دوله تليق بينا كلنا، تحقق لينا املنا كلنا. كان ليك تجربه مصطفى في انتخابات، اول انتخابات برلمانيه ما بعد 25 يناير، وقمت بالترشح على قائمه حزب العدل. صحيح، انا كنت مترشح على قائمه حزب العدل، وكنت مترشح على رقم بعيد جدا، كنت رقم 5، وكنت متاكد ان انا مش هكسب. لانه يعني كنت لسه الاحزاب. ليه كنت متاكد؟ ما اعرفش، يمكن ما كناش حريه وعداله ساعتها، بس يعني يعني انا كنت بشوف انه هي اولا تجربه جيده، ثانيا احنا محتاجين نقول للمجتمع ان احنا مش لازم نترشح كاشخاص ذوي اعاقه عشان نتكلم في الاعاقه. منا الطبيب، ومنا المهندس كله حسب اعاقته، ومنا المدرب، منا ناس كتيره جدا بتقدر تشتغل في مجالات مختلفه. نحن اشخاص ذوي اعاقه لكننا نعيش في مجتمع نقدر ان احنا نخدمه ونفيده ونساعد الناس زي ما الناس بتقدر تساعدنا، كلنا يعني على قدم المساواة زي ما دايما الاتفاقية بتقول. فكان ده هدفي في الترشح، والحقيقة أنا شايف أن التجربة دي أثمرت على المستوى الشخصي، وعملنا فيديو اتكلم عن اللجان الانتخابية، وقلنا للناس ازاي ضرورة التصويت وضرورة أنه يكون في يعني لجان ميسرة للأشخاص ذو الإعاقة. بس عشان أنا عارف يعني الوقت، أحب بس على تانية يعني عودة للنقطة بتاعة الدستور. أنا أتمنى أو إحنا في هذه مرحلة من التصويت إنه يؤخذ بهذه يعني النقاط اللي إحنا أشرنا إليها. هل تواصلتوا مع أي حد في اللجنة؟ الحقيقه طبعا تواصلنا، وفي جهود كبيره ومبادرات حصلت عشان يحصل تواصل، واحنا بلغنا ده لزميلنا ممثلنا في لجنه الخمسين، وهو تقريبا رفع بيه تقرير للجنه، واحنا عندنا البيان ومستعدين جدا وحابين ان احنا نضغط يعني اقصى ما نستطيع عشان في الاخر تكون الماده مطمئنه ومفيده للاشخاص ذو الاعاقه. واحب انه كمان عشان في نقطه اخيره تكفل، احنا مش عايزين الدوله تكفل لنا المرافق، انا عايز الدوله تلتزم زي ما موجود في اول الماده التزام. انا عايز الدوله كمان تلتزم. ايه الفرق ما بين تكفل انا وتلتزم؟ عايز ان يكون في الزام، مش عايز الموضوع يكون متروك للاهواء. حضرتك لازم تبقي عارفه ان احنا عندنا مشكله، انه ممكن في هذه اللحظات اللي احنا فيها عميد كليه يرفض دخول كفيف في سنه ويقبله في السنه اللي بعدها، وزير يوافق على اتاحه، وزير تاني ما يوافقش على اتاحه، قرار وزاري يصدر بالدمج او قرار وزاري لا يصدر في الدمج. احنا في مرحله محتاجين قوانين بدل من القرارات. هل حصل اي من الحوادث دي او المواقف دي في الفتره الاخيره؟ يعني في الفتره الاخيره السنه اللي فاتت اكيد انا يعني في مواقف كتيره تحدث، في ناس كتيره لما جينا ندمج اطفال لان الدمج لسه في اوله. احنا في مدارس تقبل ومدارس ترفض، وزاره التربيه والتعليم بتعمل مجهود. لكن لما يكون عندنا غطاء دستوري وغطاء قانوني مع الاقناع المجتمعي، دول الجناحين اللي بيهم الناس تقدر ان هي تقتنع. هل بيحصل انه عميد كليه طبعًا يرفض طبعًا استقبال طبعًا اي من الاشخاص من ذوي الاعاقه في هذه الحاله، واحنا لسه مستنيين صدور مشروع قانون جديد وما حصلش؟ طبعا بيحصل العديد من الانتهاكات، زمايلنا كتير ما بيعرفوش يخشوا كليات، ما بيعرفوش يخشوا معاهد بسبب انه العمداء ممكن يقولوا ده ما ينفعش يخش القسم، والسنه اللي بعدها العميد اللي بعده ينفع. فمش هينفع مصير شخص ذو اعاقه يكون ابدا متروك لعميد او ابدا متروك لرئيس طيب. جامعه او كذا. مصطفى كمال، انت عضو المجلس القومي للاعاقه. صحيح. واحد مسؤولي وحده الاعاقه في المجلس القومي للامومه والطفوله. صحيح. خلينا نبتدي بالمجلس القومي للاعاقه حيث انه الاحدث في التاسيس. هل حسيت ان انتم اثرتم او غيرتم خلال الفتره اللي فاتت تقريبا سنه ونص عمر المجلس؟ المجلس الحقيقه عمره سنه ونص. المجلس طبعا واجه يعني حاول يعمل مجهودات كبيره، المجلس واجه مشكلات خارجيه، وهنقول كمان انه كتير من يعني من المشكلات الداخليه برضو. ما بنقولش ابدا انه المجلس ما قامش بدور، او ما بنقولش انه القائمين على هذا يعني المجلس ما قاموش بدور جيد، لكن طبعا كنا نتمنى دعم جيد من الحكومه اكتر، اولا نتمنى توفير موارد اكتر. الميزانيه بتاعت المجلس متاخره سنه تقريبا عن يعني عن ميعاد توفيرها، المقرات كلام زي ده. طبعا الاشخاص ذوي الاعاقه زيهم زي كل المصريين بعد الثوره بينتظروا الكثير، بينتظروا ان احنا يكون عندنا حاجات سريعه جدا، لكن طبعا كنا نتمنى ان المجلس يعني يقدم اكثر من ذلك، وان شاء الله نحو تغييرات اكثر في الفتره اللي جايه، ونحو تغييرات يعني انا عضو مجلس اداره وبقول انه لو مجلس الاداره هيتغير في سبيل ان يكون في تطور لهذا الكيان اهلا وسهلا ونرحب جدا، بشرط ان احنا فعلا
واحنا بننادي على اتفاقية دولية وتقرير مصر لازم يصدر، وبننادي على دستور وقانون جديد يصدر. بنحب انه كمان يكون في مجلس قومي لشؤون الإعاقة، يعني كما هو يقوم ويقوم بشكل أحسن بكثير في لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحقوق المناسبة ليهم إن شاء الله. أخيرا، هل من الممكن أن تعيد تجربة الترشح في الانتخابات البرلمانية مرة تانية؟ طبعا، ليه لا، بس طبعا مش هسمح أبدا أن أنا أتحط في قوائم متأخرة. يعني إما أتحط في قوائم متقدمة يا إما يعني هنشارك في التصويت. يعني تفضل أن تكون على رأس القائمة أو من الأسماء المتقدمة؟ أفضل أكون بالقدرات اللي تسمح لي أن أنا أترشح. لو قدراتي تسمح أن أكون على رأس القائمة، ما أحبش أن إعاقتي تمنعني. طيب، هتحب توجه، يعني انت وجهت للحكومة، وجهت لوضعي الدستور في لجنة الخمسين، تحب توجه ايه للمجتمع؟ لا، بس احب اوجه الحقيقة للحكومة كمان. يعني انا الحقيقة كان في كتير من الجهود عشان يبقى فيه اهتمام ودعم من الحكومة الحالية اكثر من ذلك للمجلس القومي لشؤون الاعاقة. دكتور حازم الببلاوي ودكتور زياد بهاء الدين كان لنا لقاءات وكتير من الحاجات اللي ارسلها سواء من المجلس او من اعضاء مجلس الادارة الراغبين في يعني في التطوير المستمر، وده اعتقد انه لازم الناس كلها تشوف في مصلحة المجلس. احنا مش ضد ابدا مصلحة حد، بس الحقيقة نتمنى ان الحكومة نمرة واحد يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، يبقى فيه دعم اكتر من كده. ما ينفعش ابدا نبقى سايبين هذا الذي يحدث والمظاهرات والناس معترضة وعاملين ان احنا مش سامعين او مش شايفين ده، طالما ان احنا بنقول فعلا ان احنا بعد ثورة عايزين فيها كل الناس تاخد حقوقها. طيب، ده طلبك من رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة وزير التعاون. مش طلب، ده طلب العديد من الكيانات والعديد من الاشخاص ذوي الاعاقة اللي راحوا قبله فعلا رئيس الحكومة. طيب، في أنا عايزة كلمة توجهها للناس، للمجتمع. إحنا أشخاص زينا زيكم، مكاننا في نفس الأماكن اللي حضراتكم لازم تكونوا فيها. إحنا مكاننا مش ونستطيع أن نقدم الكثير لهذا المجتمع، ونستطيع أن إحنا نتشاف بشكل محترم جدا، لأن إحنا أشخاص لنا كامل الحقوق. إحنا مواطنين من الدرجة الأولى، نحن لسنا ذوي احتياجات خاصة، هذا المصطلح انتهى. إحنا أشخاص ذو إعاقة، يتفوق منا من يتفوق وينسب لشخصه ولا ينسب لإعاقته. طه حسين نابغ لأنه طه حسين، مش لأنه شخص عنده إعاقة بصرية، وليس كل ذي إعاقة جبار، ولكن المتفوق هو اللي جبار، مش اللي عنده إعاقة هو اللي جبار. فيعني الناس تعطينا الفرص، والناس أبدا هتشوف مننا يعني تطور كبير وتقدم وإسهام في بناء هذا المجتمع. وأخيرا، كل الدول اللي بنت حضارة اقتصادية وعملت تقدم اقتصادي هي بس الدول اللي أدت للأشخاص ذوي الإعاقة كامل الحقوق، وانتظرت منهم واجبات أيضا، مش بس حقوق، لأنه حقوق بلا واجبات يبقى أمر يعني بالغ الخطورة. فده اللي احنا نتمناه، وهنبتدي ان شاء الله بالدستور والقانون معا هنبدأه. مصطفى كمال، بشكرك شكرا جزيلا، وشكرنا موصول لكل أصدقائنا وأهالينا وقرايبنا اللي كان هناك إعاقة الحقيقة ما كانش لأي حد دخل فيها سوى إرادة ربنا سبحانه وتعالى. مش من المفروض إن إحنا كمواطنين، كمجتمع، ولا كدولة إن إحنا نكون مسببين لمزيد من الإعاقات ولا مزيد من العقبات. فخورين بيكم وفي دعمكم دايما ومع بعض بإذن الله. إحنا بشكرك جدا، وأتمنى تسليط ضوء كبير على قضايا الإعاقة اليومين دول. نتمنى إنه يبقى فيه تسليط ضوء واستضافات اكثر واستماع لاشخاص ذوي اعاقه اكثر زي ما بيحصل لكل الفئات الاخرى. شكرا جزيلا. مصطفى كمال، بشكركم مشاهدينا، ونشوفكم بكره باذن الله.